طيب انت شايف رحيل كارتيرون ده هيحقق الاستقرار النسبي يعني شكل المال للزمالك ولا هيأثر سلبا على الفريق؟ شوف خلينا اول حاجه اتفضلي مع احمد الرحيل السلمي ونحط خطين تحت كلمه من ده. الرحيل السلمي ولا ايه ولا بالتراضي ولا بالتراضي نخش منافسه انا بص بسميه الطلاق الواجب كان طلاق واجب ما بين الطرفين ليه هنتكلم اصلا دي كلمه تقيله على فكره لا والله كان طلاق واجب موضوع منتهي من ساعه ما الاستاذ منصور ما نجح في الانتخابات كان لازم ده الطلاق ده يحدث ليه هنتكلم على هيستوري تاريخ ما بين الطرفين سيء للغايه سيء استحاله حد من الطرفين يستحمل كبوه للتاني يعني ولا كارتيرون هيستحمل ان المرتب بتاعه يتاخر ساعه ولا مرتضى منصور هيستحمل ان كارتيرون يقع ماتش لان اصلا في باك جراوند سيئه ما بين الاثنين فبالتالي وصلنا للشكل اللي احنا شايفينه ده انا في وجهه نظري السيناريو اللي حصل ده افضل سيناريو ممكن يحصل لا ويمكن كمان بعد انتخابات فسياده المستشار مرتضى منصور عاوز برضو الفريق ما هو الوضع سيء يعلى خلينا نتكلم بصراحه وضع نادي الزمالك فنيا سيء ليه؟ هنتكلم طبعا خساره في الدوري قدام سموحه اخرت الفريق وبعدته ستيب للخلف في المنافسه الدائره حاليا ما بين النادي الاهلي وبيراميدز ان هما الاثنين يعني اقرب فرقتين في بيتنافسوا على المركز الاول وكمان لسه عنده مباريات صعبه وكمان الخساره والتعادلين في دوري الابطال نادي الزمالك في ثلاث مباريات خسر 7 نقاط في اول 3 مباريات في دوري الابطال وده بس وبالتالي تعويره ثقيله يعني نادي الزمالك خلينا نكون صراحه قاب قوسين او ادنى من توديع دوري ابطال افريقيا اذا فشل في الفوز في المباراه الجايه قدام نادي الوداد اللي هو كسب 3 وماتش مش سهل هنا في القاهره وبالتالي انا بشوف طبعا مجلس الاداره بيحاول ان هو يحل ما يمكن حله فعلا ما فيش حاجه تتعمل هو ما عندوش بس الحل ده لازم يكون فيه بديل ما فيش ايه البديل ما هو يبقى ده في احنا قدام ازمه ولا قدام استقرار هم دلوقتي ما عندكش فتره انتقالات تقدر تدعم بيها اللعيبه الحاجة التانية مع في الوقت الحالي كل الأسماء المدربين المتاحين اللي هم سبق للفريق كانوا موجودين معاه بنتكلم على مين؟ بنتكلم على باتشيكو وجروس ليه؟ لأن احنا بنتكلم في وسط موسم وفي قاعدة كده في المدربين تقول لك لو أنت بتجيب مدرب وسط موسم أنت بتجيب مدير فني عاطل صحيح لأنه ما كانش عاطل كان زمانه يبقى بيشتغل من أول من أول الموسم فبالتالي النهاردة مين المتاحين للأسماء المتاحة؟ هم نفس الأسماء القديمه واعتقد يعني ربما يكون باتشيكو هو اللي هيرجع طب ومين الافضل في الاسماء دي نعم مين الافضل في الاسماء القديمه وجهه نظري الشخصيه جروس طب مين اللي هيسوق بكره نعم مين اللي هيسوق كابتن اسامه نبيه وده بيقول ايه على شكل كابتن اسامه نبيه طبعا يعني كان احد افراد الجهاز الفني مع منتخب مصر مع هيكتور كوبر وبرده كان موجود في نادي الزمالك فتره سابقه ونادي كابتن اسامه نبيه برده عنده من الخبرات اللي تخليه قادر على قياده المباراه ولكن بكل امانه مباراه صعبه مباراة صعبة جدا جدا والاخطر من كده طبعا اهم حاجة في وجهة نظري طارق حامد هيلعب ومش هيلعب لان نادي الزمالك بيلعب نص كامل من الدوري ومباريات دوري ابطال افريقيا من غير رقم 6 ده امر مستحيل يعني مستحيل ان احنا نقول ان وسط ملعب نادي الزمالك هو امام عاشور واوباما مستحيل ده امر خارج المنطق يعني ده مش غلطة لعيبة يعني سؤالك لطارق حامد طارق حامد ممكن ما يلعبش ده نتيجة مشاكل ولا نتيجة إصابة طارق حامد طبعا يعني من 48 ساعة نزل ستوري على انستجرام قول انا عايز الفقرة دي كلها قول طارق حامد من 48 ساعة بتحب الحصريات برضه هو اكد ان هو بيعاني من إصابة يعني معقدة في الركبة امبارح اتنشرت له صور من التدريبات نزل بيتدرب بالكوره الاستاذ مصطفى منصور مساء اكد ان طارق حامد ابلغه ردا على التهديد اللي هو قاله للعيبه اللي بتنتهي عقودهم السنه دي هو على مسؤوليته قال ان طارق حامد قال له جهز العود وانس انك تقول لي تعال امضي انا جاي لا سبعه تروح كده هو كريم نعم انت قلت اللي هو اتقال انا بقول لك قراءتك للي طارق حامد ده كابتن الزمالك وهيجدد كل المشكله في مساله الفلوس طارق طالب 20 مليون جنيه ربما يتم تخفيضهم ل 18 مليون جنيه في الموسم فترة. بس في وجهه نظري الشخصيه هو عنده عرض قوي جدا 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 من نادي بيراميدز في وجهه نظري الشخصيه طارق حامد هيكمل مع نادي الزمالك وهينهي حياته في داخل جدران نادي الزمالك طيب
يعني الاصابه مش يعني اصابه دبلوماسيه. لا 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 موجوده بالفعل. اه طبعا في اصابه. في اصابه. طب كويس. الوضع مختلف. لا آه من ده برضه. طيب في كلام دلوقتي. اتفضل. عندك سؤال؟ لا لا لا, لا والله ابدا. لا انت بتدي حصريات برضه فالموضوع مختلف. اتفضل. الفتره الجايه نعم احنا بنتكلم في ان زي ما انت بتقول احنا في نص الموسم مش عارفين مين اللي هيتعامل. احنا في وقت ضيق جدا وفي موقف شديد الحرب. نعم. التعامل مع الموقف اداره الازمه هتتم ازاي في نادي الزمالك؟ وجهه نظري الشخصيه بكل امانه وبكل صراحه, يجب على منظومه نادي الزمالك انها تقف مع نفسها ولا يتم وعد الجماهير بتحقيق اي شيء في الوقت الحالي. هي دي المشكله. نادي الزمالك بقاله 20 سنه بيلف في نفس الدايره وما بيخرجش منها. بس خلينا نقول حاجه. اتفضل. نقول حاجات قابله للتنفيذ. ما هو ما بصي عشان نقول حاجات, ما هو ده جزء من اللي انا بقوله. جمهور نادي الزمالك دايما بيصنف الفريق هيلعب في الدوري احنا مرشحين للمكسب, هيلعب في افريقيا احنا هنكسب افريقيا. لا لازم نبقى احنا واضحين. طيب بس لا ما احنا لازم نقف كده على الارض. لو اتكلمنا بلغه الجمهور زي ما منا قالت يمكن قالت ايه, قالت لك ان الاهلي عاوز الدرع. نفس القصه من حق فريق الزمالك وجمهور الزمالك تحديدا. صح. اللي هو ينافس, لان هو كمان احنا بنتكلم على قطبي الكره المصريه. ده بالعكس يحصد. كلامك حلو. السؤال بقى هنا عشان نكمل سؤالك يبقى سؤال منطق, ايه المقومات للامال اللي انت عايزها؟ عندك المقومات ولا ما عندكش؟ هي بس ما اقدرش ادخل لفريق مره واحده. نعم. لكن انت كده بتتكلم في فرقه. فرقه. طيب. بتتكلم على مقومات سواء. نعم. اهلي او زمالك. انا بتكلم على شارع. شوف بتكلم على جمهور. اهو يعني الف ب كوره. طارق حامد لم يعد في مباراه فيوتشر او مباراه الوداد امال نادي الزمالك في المكسب تقل 50% على طول. يبقى بس انا ما اقدرش ان انا اروح اقول للجمهور, معلش برضو يا كريم, ما اقدرش اروح اقول للجمهور لو انت مستني مني النهارده مكسب فما تستناش مني اي مكسب او ما تستناش مني اي طموحات لبكره لحد الاستقرار. يعني ده كان كلامك اللي انت ايه, استنى يا جمهور الزمالك الفتره القادمه نوع من انواع الاستقرار لحد على كده يا احمد. ما اقدر ان انا ارتب اوراقي. جمهور الزمالك عنده القدرة على انه يصبر على الفريق. صحيح. يعني وعملها كتير. صحيح. وسند الفريق بتاعه كتير قوي. بس انت بتتكلم في وقت كله متعطش. انا فاهم. بصي خلينا نتكلم كلام واقعي. بنهاية الموسم ده اشرف بن شرقي عقده بينتهي. محمد ابو جبل عقده بينتهي. طارق حامد عقده بينتهي. اوباما عقده بينتهي. انت عندك فريق. انت بتتكلم, لا وايه مش فريق, انت بتتكلم على لاعب في كل خط. على لاعب في كل, محمود علاء, واعتقد محمود علاء كمان. فانت بتتكلم على لاعب في كل خط, لاعب مهم يعني ركيزه في الخط ده. لو كم اللاعبين دول في نهايه الموسم مشوا, واحنا بنتكلم عليه خلي بالك بكام لعيبه في الوقت الحالي, هي كلاس ايه. صحيح. مش بي ولا سي. كل واحد بلاي ميكر. اشرف بن شرقي كلاس ايه, لعيب كلاس ايه. عشان تيجي النهارده اسالك سؤال اقول لك مين بديل اشرف بن شرقي في الكره المصريه؟ يعني مين مثلا نادي الزمالك ممكن يجيبه من الدوري المحلي عشان يديني نفس الكواليتي بتاعه اشرف بن شرقي؟ مش تديه ولا اسم. نفس الامر على ابو جبل, مش تديه ولا اسم. وبالتالي طب هنا احنا هنبص على ايه؟ اتفضل. هنبص على مصلحه الفريق ولا هنبص على مصلحه اللعيب؟ ابو جبل يعني لو جاز لينا ان احنا نقول دي فرصته الاخيره. نعم. يعني احنا الاخيره بالنسبه لايه؟ للسن يعني. لا ممكن يكون مش مساعدنا. ليه؟ ان احنا نحترف. لا انا بتكلم على الاحتراف. نموذج مين؟ بوفون لسه امبارح مجدد مع بارما لغايه 2024. بوفون عنده كام سنه دلوقتي؟ 44 سنه. أوكي. هو محليا يعني لو لا حارس المرمى. طيب. ممكن يكمل يعني بس. طيب. وهيجدد ابو جبل في الزمالك هيبان. اشك. ادينا برضه حصريات كده. لا انا متداول. انا اقول لك يا كريم سعيد اشك ابو جبل بالذات في وجهه هو نظري. في ابو جبل اللي هو رفع فلوسه اللي هو جاي له عرض من السعوديه. انا في وجهه نظري الصيف القادم محمد ابو جبل في احد الانديه السعوديه. خلاص اتحسب. طب صبحي فين؟ انا بقول لك يعني انا بقول لك دي وجهه نظري. صبحي فين؟ نعم صبحي فين؟ محمد صبحي اعتقد يعني هيكون من اللعيبه اللي ربما يكون عليها يعني تنافس شديد للتعاقد في الصيف الجاي اعتقد.